لما أطلقنا موضوع الحوار زي ما بدأنا في إبريل الماضي وقلنا إن إحنا محتاجين نتكلم مع بعض أو نسمع بعض، يمكن كان في كتير من الناس متصور إن إحنا هو الموضوع موضوع سياسة يعني، ولا بأس إنها تبقى سياسة، لكن كان الهدف منها إن إحنا فعلا محتاجين نسمع بعض أكتر. الظروف والتحديات اللي موجودة في العالم في المنطقة وفي بلدنا محتاجين إن إحنا دايما على الأقل يبقى في تواصل بيننا، نقدر نبقى شايفين مع بعض حتى رغم الاختلاف بالإيه اللي موجود قدامنا. وأنا يمكن في بداية المؤتمر أو الامبارح لما كلمت قلت كلام، ف الناس قالوا لي أنت تقصد إيه؟ إحنا بنتكلم في المؤتمر الاقتصادي وأنت كلمت في حاجة خاصة بموضوعات أخرى. أنا كنت شايف إن الموضوعات ديت موضوعات متصلة باللي إحنا بنتكلم فيه. لما كلمت على البيئة السياسية كنت أقصد بيها برضه وإحنا بنتحرك عشان نعمل اقتصاد، هل البيئة السياسية اللي موجودة في منطقتنا وفي الإقليم وحتى في مصر تسمح لنا بإن إحنا كل اللي إحنا بنتمناه نقدر نعمله بغض النظر عن صحته؟ أوعى حد يزعل مني من اللي هقوله. أوعى حد يزعل مني من اللي هقوله. كل الطرحات اللي اتقالت ديت أنا آسف إن أقول لكم أي طالب في كلية السياسة والاقتصاد يتكلم فيها. أي طالب في كلية السياسة والاقتصاد يتكلم فيها. إنما إزاي تعملوها؟ إزاي تعملوها؟ أنا كلامي هيبقى كده. في البداية كل الكلام اللي تم التوافق عليه يا دكتور مصطفى إحنا ملتزمين إن إحنا نعمله. منصة صحيح. إحنا ملتزمين إحنا نعمله لأن إحنا ما عملناش الحوار ده عشان نستهلك وقت، نستهلك جهدكم وجهدنا وبعدين في الآخر خلاص. لا، الفعاليات اللي اتعملت والكلام اللي اتقال كلام محترم ومقدر من كل اللي قالوه. احنا كدولة وكحكومة ملتزمين ان احنا التوصيات اللي تم التوافق عليها نعملها. طب لو الحكومة وهي بتقول ده قابلت مشاكل، اكيد هتقابل، لابد يكون للمؤتمر ده آليات مستقرة مؤسسية تستطيع ان تكون موجودة مع الحكومة بشكل مستمر. ليه؟ عشان واحنا متحركين في تنفيذ التوصيات ديت قابلتنا مشكله نتكلم فيها ونقول الموضوع ده كذا كذا كذا. فانا بقول بالاضافه لان احنا ملتزمين ان احنا نعمل كل التوصيات اللي تم التوافق عليها، لكن انا بقول لكم عشان نجاعه الاجراء اللي احنا بنعمله محتاجين يبقى فيه للمؤتمر الاقتصادي، ومش للمؤتمر الاقتصادي بس، لكل منصه الحوار اللي احنا اتكلمنا عليها كلها. انتوا كلمتوا قلتوا مجموعات عمل ممكن تبقى موجوده لصالح طرح ما تم التوافق عليه والمسار اللي احنا متحركين عليه اعلاميا. وانا كنت اتكلمت في بدايه الموضوع وقلت البيئه السياسيه والبيئه الاجتماعيه والفكريه والثقافيه وحتى البيئه الاعلاميه.